سنهدي الهدف الثامن لزوجاتنا والهدف التاسع لكلابنا. إذا خسرنا سأقفز أول قطار يذهب إلى ميونخ. الكلام ده كان الكلمات الألمان اللي استهزأوا بها بمحاربي الصحراء منتخب الجزائري اللي كان هيواجههم في بطولة كأس العالم سنة 82، ودي كانت أول بطولة تلعب فيها الجزائر. كان منتخب جديد وكان ساعتها المنتخب الألماني مرشح للفوز بكأس العالم، وكان منتخب قوي جدا، ولكن منتخب الجزائري حقق المفاجأة ويكسب ألمانيا 2-1. وصل دهشة وصدمة كبيرة جدا بالنسبة للألمان. بعد كده خسرت الجزائر من النمسا، وبعدها فازت على تشيلي 3-2، فأصبح مسألة تأهلها للدور الثاني مسألة وقت. ولكن اللي حصل ان كان عشان الجزائر تتأهل لازم ألمانيا تكسب 3-0 في آخر مباراة لها قدام النمسا، وكان ببساطة المنتخب الألماني قادر على سحق النمسا وانه يكسبها بأكتر من 3-0 كمان. ولكن اللي عمله المنتخب الألماني ان هو جاب جون في اول الماتش وفضل لمدة 80 دقيقة والكرة بين رجلين لعبته، ولكن ما بيدخلوش حتى نص الملعب النمساوي، لدرجة ان الجماهير الاسبانية في الوقت ده البطولة كانت عندهم فضلوا يهتفوا اخرجوا اخرجوا وانتقدوا الفريق الألماني. والجماهير الجزائرية فضلت تطلع فلوس وتشاور للكاميرات بما معناه ان المباراة متباعة وان ألمانيا مش عايزة الجزائر تتأهل. وفعلا انتهى الحلم الجزائري والجزائر ما تأهلتش للدور الثاني. ولكن كانت المباراة دي السبب ان الفيفا غير جزء مهم جدا في بطولات كاس العالم، ان الجولة النهائية في دور المجموعات تتلعب مباراتها في نفس الوقت وفي نفس الساعة.